السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك عمر سليم وانت تتفرج على قناة بيم اريبيا. والنهاردة هنتكلم على فوائد او مزايا تطبيق البيم. موضوع التطبيق بقى ده هيبقى ليه اعداد خاصة ان شاء الله هتنزل على قناة بيم اريبيا. طيب، اول ميزة هنقابلها اللي هي انك تقدر تتخيل الموقع وتختار الموقع. يعني البيم بيدينا وسيلة قوية عشان اقدر اتخيل الموقع والحساب بتاعته والتفاصيل، وبيقدر استوعب المعلومات اللي احنا ممكن نحصل عليها من خلال المسح الليزري. والمصمم بيستفاد من كل المدخلات ديت ان هو يقدر يحطها في قلب النموذج ويقدر يشاركها، ويقدر من خلال فيرتشوال رياليتي يقدر يتخيل شكل الموقع هيبقى معمول ازاي في الواقع وهل هيتناسب مع المكان اللي حواليه ولا لا. زائد ان في برامج زي الانفرا ووركس بيديني امكانيه ان انا اختار افضل مكان اقدر اعمل عليه المشروع. يعني بيقدر يشوف لي الاماكن، طب انا واحد فيهم اللي قريبه من المتاجر، انا واحد فيهم اللي قريبه من الميه، انا واحد فيهم اللي قريبه من الكهرباء، ويقدر يحدد لي اكتر حاجه. بعد كده ندخل على تقدير التكلفه. في اغلب العقود بيتم تقدير التكلفه برقم ثابت، بنتفق مثلا المشروع ده هيتعمل بمليون، ب 10 مليون، ب 100 مليون، فرقم ثابت. فعشان كده لازم نقدر نحدد التكلفه بشكل دقيق عشان احنا نحسب الربح بتاعنا قبل ما نبدا في المشروع. فلذلك لازم يكون في حصر دقيق للمواد قبل ما نبدا، ولما يكون في تعديل في التصميم بيتم التحديث في الحصر التلقائي وبشكل لحظي. ده في برامج البيم. انما في الاسئله العاديه لازم تمسك الاول وجديد وتحصل من الاول وجديد. تقليل التكلفه، في دراسه اجرتها جامعه ستانفورد على 32 مشروع ضخم، ولقت ان احنا نقدر نتفادى 40% من الاشياء المفاجئه اثناء التنفيذ. الدقه في حسابات التكاليف وصلت ل 97%، وفروا 80% من الوقت اللي لازم لحساب التكلفه، وفروا 10% من التكلفه. تخيل المشروع مثلا بمليون، انت قدرت توفر 100,000. تقليل 7% من وقت المشروع. وفي استبيان اجرتها مؤخرا مؤسسه مجرو هيل بين ثلاث ارباع مستخدمي البيم في اوروبا الغربيه، يعني 75%، اكد حصولهم على نتائج ايجابيه ملموسه على استثماراتهم الكليه على تلك النماذج، مقابل 63% من مستخدمي البيم في امريكا الشماليه. تكلفه التعديل كانت تقدر بخمس تكلفه المشروع، اما الان في التعديل كله بيتم على الحاسب. يعني الاول كان تحصل حاجه تضطر ان انت تعدل في المواد الماتيريال اللي انت شغال تحقيقي، لا، كل التعديل دلوقتي بيتم على الحاسب. تكلفه التعديل فيه لا تذكر مقارنه بتكلفه التعديل في الموقع او حتى بالطرق التقليديه باستخدام الكاد. ندخل بقى على بعد كده تقليل الهالك. الهالك في المشروع نسبته كبيره جدا، ممكن توصل 37% من الخامات بتهلك وترمى في العمليات الحاليه مع وجود نموذج مشترك بين التخصصات المختلفه. ما بنحتاجش ان احنا نعمل ريورك او اعاده عمل. نموذج البيم بيحتوي على المعلومات الكافيه مما يسمح لكافه التخصصات بالوصول للمعلومات المطلوبه وحل التعويضات، وده بيقلل الهلك، يعني بيقلل نسبه كبيره جدا من تكلفه المشروع. الحد من النفيات وعدم الكفاءه، تقوم ادوات البيم بتنسيق معلومات التصميم من خلال جمع الوثائق والمحاكاه المستخدمه في المشروع والجداول الزمنيه وما الى ذلك، وده بيساعد على تقليل نفايات وممارسات البناء غير فعاله في موقع البناء. يعني احنا يعتبر بنساهم في موضوع اللين مانجمنت. اللين مانجمنت بيستخدم البيم بشكل قوي على اساس ان هو يستفاد من المعلومات. وثائق البناء التي لم يتم تنسيقها يمكن ان تؤدي الى سوء التنفيذ والعمل غير الضروري او دون المستوى المطلوب او جهود اعاده البناء. كل هذه الحوادث يمكن ان تهدر كميات كبيره من الطاقه والموارد الماديه وتكلف المالك مالا اضافيا. طيب، في نقطه كمان، التركيز على التصميم بدل من الرسم. في البيم احنا بنركز على التصميم، الرسم اسهل بكتير. يعني بدل ما كنت بترسم خط وبعد كده تاخد كوبي وبعد كده تعمل فيلت والحاجات دي كلها، اصبح انت بترسم بيعمل لك وول 3 دي والسكاش كلها بتتعمل تلقائي. فبنقدر نعمل شغل ان احنا نركز على موضوع الديزاين. عمل نموذج دقيق غني بالمعلومات للمباني. اداره فعاله للمشروع، يوفر بيم الادوات المعلومات والادوات اللازمه لاتخاذ القرار. التعاون بين جميع الاقسام بطريقه افضل، ميكانيكا وكهرباء ومعماري وانشائي، تجنب المشاكل التي كانت تحدث سابقا وحل التعارضات بين الاقسام. طيب، ايه تاني؟ حل مشكله التواصل بين اطراف التصميم من مهندس معماري، انشائي، الكتروميكانيكال، واي حد مشارك في عمليه التصميم والتنفيذ. البرامج دي سهلت ان انت تبقى ملم بتفاصيل المشروع من قبل الجميع ومشاركه التعديلات المختلفه فيما بينهم لتلافي اي تعارض قد يسبب مشاكل او اخطاء في التنفيذ. تبدا اغلب الشركات عند اتخاذها من نظام البيم بعمل نموذج ثلاثي الابعاد واضح والعمل بشكل منهجي من خلال المزيد من الاستخدامات المعقده. اما المستخدمين المتقدمين في مجال البيم فبيطوروا مشروعهم باستخدام البيم من خلال الموردين السبلايرز،
وكذلك تعريف استخدامات أكثر من التحليل والإنتاج والتطلب تعاون كبير بين فريق العمل. من ضمن المزايا برضو إن إحنا بنحل المشاكل أثناء التصميم وليس أثناء التنفيذ، فده بيفرق كتير جدا. سهولة التعديل في النموذج وتحديثه. بعدين مجموعة أدوات البيم بتساعد على التحكم التلقائي في اكتشاف التعارضات بين العناصر من خلال نمذجة هذه الأشياء أولا، ثم يتم اكتشاف التعارضات مبكرا وحلها، وبنقدر إن إحنا نتلافى وجود مشاكل في الموقع. وبعدين إحنا بنبعت للمصنع يصنع الحاجات زي ما إحنا مصممينها بالظبط، بحيث إنها تتعمل في المصنع بيبقى أسهل بكتير لما تتعمل في الموقع وأكثر أمانا، لأن المصنع بيكون مهيئ لكده. الحصر الدقيق لجميع أجزاء المشروع وهو مهم جدا خاصة في المراحل المبكرة المشروع، والجدول هيفضل يعدل نفسه طول ما أنت شغال في المشروع طول حياة المشروع. التعديل سهل جدا، بيتم مرة واحدة في أي مكان بالنموذج فينعكس على كل أجزاء الموديل. تقليل وقت أثناء التنفيذ، حيث إن يتعطل العمل من أجل حل التعارض لما يكتشف أثناء التصميم. لوح التصميم اللي هي ديزاين هي نفس لوح شوت دروينج، هي نفس لوح الأزبل دون تعديلات كثيرة. تاني، إمكانية استخدام النموذج لإجراء المحاكاة مثل محاكاة الشمس والرياح والطاقة في برامج كثيرة مختلفة، ثم إعادة التعديلات إلى النموذج ليتم فيما بعد متابعة العمل عليه مع التنبيه للتعديلات الحاصلة للباقي الطاقم الهندسي. الموديل نفسه بناخده ونوديه برامج كتير جدا للمحاكاة، ولو في أي تعديل بنعدل في الأصلي وكل الناس بتبقى شايفة تعديل في نفس الوقت. بيعطينا أفضل حلول لتوفير الكهرباء في المبنى، فده بيوفر أثناء تشغيل المبنى. معرفة مساحات الغرف بسهولة مسهل العمل على مهندس التكييف والإضاءة. معاينة المشروع بشكل كامل بعد تركيب كافة الأنظمة مما يسمح بمعاينة سلام التصميم الأصلي ودايمومته، يعني هيدوم ولا لأ أم عدم تحقيق ذلك. بنقدر نطلع كشف تقدير مبدئي للأتعاب الأيدي العاملة. جدولة البناء، بنعمل النموذج المعلومات ونربطها بالجدول الزمني، بتخلينا نقدر نتخيل المراحل بتاعة البناء وجدول البناء في إطارات زمنية محددة يمكن التخطيط لها بشكل جيد من قسم البلانينج، وتواصل بالظبط كما هو مخطط للمقاولين واصحاب المصلحه الاخرين والمسؤولين. ده يساعدنا في ايه؟ ان احنا هنبقى متخيلين مراحل المشروع وهيبقى في زي بقى افتراضيه فاهمين الحاجه وعايشينها. ونقدر نستخدم نموذج البام اللي هو 4D للتخطيط للاشغال المرحلي في المشاريع ذات الصله بالمباني. على سبيل المثال مشاريع التجديد واعاده التهيئه. من ضمن المزايا برضو الربحيه، جوده العمل المنجز، كفاءه انتاج العمل، القدره التنافسيه، الانفتاح على فرص عمل جديده، بدل ما انت شغال في مشاريع كاد بس لا تبقى عندك كاد وبيب. وجود معلومات مطابقه للواقع يمكن استخدامها في اداره مرافق المبنى اللي هي فاسيلتي مانجمنت وعمل صيانه او مينتنس لها. معرفه المواصفات المطلوب منه تنفيذها على ارض الواقع، معرفه ما يلزم بشكل صحيح ودقيق من مواد بناء ومستلزمات اخرى مثل الصقالات والرافعات لما هناك من العدد لاتمام بناء المنشاه. إيضاح التصميم بشكل جيد للعميل فتصل إليه الصورة النهائية للمبنى ويدرك تفصيله جيدا بدون أن يضطر إلى دراسة رسومات معمارية أو إنشائية قد لا يفهمها. بيلبس الفيرتشوال رياليتي ديت يقدر يتخيل المشروع هيبقى عامل إزاي ويقدر يقول الكومنتات بتاعته. الانسجام بين المساقط والقطاعات، وكانت هذه مشكلة أزلية وهي عمل تعديل في أحد اللوحات ولزوم عمل في جميع اللوحات الأخرى، ممكن واحد ينسى، إنما دلوقتي هو المشروع كله في ملف واحد لما تم التعديل بيظهر في كل الأماكن. المباني الجديدة أو المبتكرة أو اليونيك كانت تعاني من مشكلة عدم وجود مرجع أو مباني سابقة يمكن القياس عليها، وبالتالي ممكن تحصل مشاكل غير متوقعة نتيجة الوزن أو العمل الطبيعية غير محسوب حسابها. أما الآن فإن نمذجة معلومات البناء توفر كل أنواع المحاكاة لتدارك المشكلة قبل وقوعها. كثيرا ما كان يحدث أن يتوقف العمل بسبب انتظار استلام الخامات أو يتم استيراد خامات ومواد قبل موعد احتياجها فتحتاج تكلفة إضافية لتغذيتها. دلوقتي اصبح في من خلال بيم بنقدر نعمل جاست ان بيم، والبيم بي للظهر السادس قال لك في موضوع البروكيورمنت اللي لازم نستخدم البيم لان هو اثبت فعاليه في تقدير احتياجنا للمواد هيبقى امتى. مشكله عدم الانتهاء في الوقت المحدد نتيجه اكتشاف المشاكل داخل الموقع، فكان يتم مد فتره المشروع اكثر من مره، وعند التطبيق الصحيح لنمذجه معلومات البناء يتم اكتشاف المشكلات وحلها مبكرا اثناء العمل على التصميم. اختلاف ما تم بناءه عن التصميم الاصلي نتيجه العمل في الموقع مما اضطر المهندسين لعمل لوح مختلفه اسبلت بعد انتهاء العمل. طيب قبل البدء في البناء، بناء اداره المعلومات يقترن مع برامج اداره البناء يوفر التفاصيل التي تحتاجها للعثور على نقاط التعرضات الزمنيه المحتمله في المشروع الخاص بك. يمكنك ان تبحث في الجدول الزمني باكمله وفحصه خطوه خطوه
وتبحث في انشاء الموقع، حركة المرور، المسارات اللي هتمشي فيها الاجهزة او المعدات. فنموذج البيم بيدي المولين دليل مرجعي سريع لكل ما يجب ان يحدث لجعل المشروع نجاح. واحنا بنحاول نتجنب تأخر المشروع، فجدول زمني والتقدير الجيد والمعلومات الكافية تقدر تخلينا نقدر نفس في الوقت اللي احنا متفقين عليه. طيب موضوع الإدارة السيئة، الإدارة السيئة بتبقى محتاجة، الإدارة عموما بتبقى محتاجة معلومات، لو المعلومات غلط هتبقى في إدارة خاطئة للمشروع. فالبيم بيديني معلومات كافية ان انا ادير المشروع بشكل قوي. طيب المدراء المشروع هم متخصصين، وإدارة افضل ما لديهم من المعرفة الخاطئة، المعرفة والقدرة. ولما نديهم المعلومات هيقدروا يدير المعلومات دي بشكل صحيح عشان يقدر يدير المشروع، لان ساعات كتيرة جدا من المشروع فيه معلومات كتيرة معقدة ومختلفة كتيرة جدا، ممكن معلومة مثلا تزور في وسط المعلومات، فالبيم بيقدر يسهل لي ان انا اقدر المعلومة اللي انا عايزها. فالمشكلة ما تبقاش في المدير قد مشكلة وجود معلومة صحيحة في الوقت المناسب في الحالة الراهنة، عشان ان انا اقدر اخمن او اقدر استنتج الخطوة الجاية تبقى عاملة ازاي. من ضمن برضو المزايا للبيم تخطيط استخدام الموقع، بيبقى عندي الموقع فعايز اعرف المرافق المؤقته اللي انا هحتاجها، المكان اللي هخزن فيه المواد، الرفعات هتبقى فين، بحيث ما يحصلش مشاكل او تعارض او اشتباكي. التخطيط للسيفتي والامان وخطه اخلاء الموقع، كل الكلام ده ممكن نعمله من خلال البيم. نجمع معلومات كل اقسام في مكان وكيان واحد، ده كان صعب دلوقتي اصبح سهل. يعني كان صعب لما كنت مخطط تسميات الابعاد ومعلومات مشتته غير مركزيه، دلوقتي اصبحت المعلومات مركزية. التنسيق الـ MEB والكشف عن التصادم، لأن الأنظمة بتبقى معقدة بتاعت الـ MEB خصوصا لو مستشفى، وبالذات التكييف بيبقى حجمه كبير، الصف الصحي بيبقى واخد مسارات معينة صعب إن هو يعدل فيها أو صعب تطلع وتنزل، فأصبح إحنا شايفين الحاجات وعارفين نقدر نتحكم فيها إزاي. ونقدر نحدد الشبكات في الوقت، ونقدر نقلل الـ RFI او Request for Information على اساس كل شويه معلومه مش واضحه فيبعت وانتظر الحاجه توصل، وممكن مثلا توصل خلال 21 يوم، فالمشروع مدته طول. لا اصبح الموضوع سهل جدا ان انا اقدر احصل على اي حاجه مش فاهمها من خلال المدير، واصبح في تقليل لاوامر التغيير شينج اوردر، لان احنا كلنا متخيلين المشروع ولو في اي اعتراض بيبقى في الاول ما بقاش في نص مشروع. الكليم بدا يقل، ولو في كليم بيبقى واضح ونتيجه حاجة مرئية. فاحنا لما بنقلل الشينج اوردر وبنقلل الار اف اي وبنقلل اخطاء التصميم، الكليم بيبقى قليل، وبنقلل برضو الريورك او اعادة العمل، لان اعادة العمل ده معناها هدر المواد، تقليل معدل الانتاجية، زيادة فرصة تعرض العامل للمشاكل. بعد كده في الفابريكيشن، احنا بيبقى عندنا المعلومات دقيقة، فبنبعت للمصنع ونقول له ان اعمل لنا الصاج بالطول ده بالظبط، فبيروح يحطه في الموقع بيلاقيه جاي مظبوط. كفاءة الطاقة والاستدامة، وبنقدر نقدر ندير موضوع استخدام الطاقة بشكل قوي. إعداد المخطط التنفيذي اللي هو شوب دروينج قبل ما يبدأ الشغل، وقريب أوي من الديزاين، لأن أثناء الديزاين بنعمل حاجة 3D، فلو في أي مشاكل بتظهر معانا على طول. معرفة المواصفات المطلوب تنفيذها على أرض الواقع، معرفة ما يلزم بشكل صحيح ودقيق من مواد بناء ومستلزمات أخرى، كشف تقدير مبدئي للأتعاب الآلات العاملة، تحليل الطاقة، بنقدر نعمل تحليل للطاقة بشكل قوي، ونقدر نحط الأكواد الطاقة سواء الكود المصري، الكود الأمريكي، الكود الإماراتي، القطري، كل الأكواد نقدر نحطها ونشغل عليها. بنقدر نعمل تحسين للتصميم، بنقدر نشوف بدائل مختلفة ونقارن بينهم، ونبدأ نشوف أفضل مبنى هيديني أفضل أداء من خلال توجيه المبنى، نغير الزاوية بتاعته أو نعمل الكتلة أو استخدام الطاقة أو ضوء النهار والصوتيات. مثلا ضوء انهار، بنبدا نشوف اني تصميم اللي ممكن يدخل النور طول النهار، ويبقى ده طبعا مفيد وهيقلل حتى الفيروسات. وبنقدر نستخدم البيم في حتى المصنعين، المصنع نفسه بتجيل المعلومات فيقدر يصمم بالظبط الحاجه زي ما هتبقى بالابعاد بتاعتها مظبوطه بالاختيارات مظبوطه، يقدر يعمل فاميلي تنزلها في قلب المشروع وتشوفها لو هي عايزها ولا لا، يقدر يقول له انا عايز الفاميلي دي بالظبط. بيقدر يعمل إدارة كاملة للمرافق في سيستم مانجمنت، بياخد الموديل بعد ما الشغل يخلص. ونذكر البرنامج مثلا RCFM اللي هو في سيستم مانجمنت، ده من البرامج الحلوة ومعتمد في بريطانيا بشكل قوي.
وتقدر تدخل على النت وتاخد كل المعلومات اللي انت عايزها عن المبنى وتشوف السياق التجاري فيه. وطبعا في اداره كامله للمواد اثناء الشغل بتاعنا. دي بعض المزايا وليس كل المزايا، لازم ان انا قلت كل المزايا لاستخدام البيم. وطبعا كل واحد بيشوفها من وجهه نظره، يعني ممكن تلاقي معماري مهتم جدا بموضوع صوره ان هو ياخد سكاشن كتير لان هو بيحتاجها، الكهروميكانيكا اللي بيحلله الكلاشات وهكذا. فكل واحد بيلاقي مزايا كتير جدا، واكتر واحد بيستفاد بالمزايا دي المالك، لان هو بيقلل له التكلفه وبيعمل له الشغل في الميعاد المطلوب بكواليتي اعلى من الكواليتي الطبيعيه.